رحمة الله وبركاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى، صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، وهذه العواشر، وربي يدخل عليكم بالصحة والسلامة. وإحنا في البدايات ديال شهر شعبان، وإن شاء الله يجي رمضان فاقدين ولا مفقودين يا ربي، امين. ويدخلوا على الامه الاسلاميه بالخير والبركه والرزق والصحه يا ربي. الصراحه نصور معكم هذا الفيديو مع انني مقا شويه عيانه، يعني من اخر فيديو في اللي كنت شاركته معكم البنات ديال المنتجات اللي كنت يعني خديت من سوبر بمناسبة عيد المرأة. وهاد المواد هادو اللي كنت خديت وقلت لكم من بعد غادي نشارككم معكم البنات، بالنسبة للأنواع الدقيق الخالية من الجلوتين. هذا هنا يا البنات دقيق الحمص فارينة دي تشيتشي، راها بدون جلوتين البنات. وما جبتش الورقه، خليتها في البيت. تقريبا الثمن ديالو كيدير تقريبا شي 3 اورو تقريبا، مع انه في غير 500 غرام يعني داير الثمن. بالنسبه هاد المنتوجات هادو اللي انا تناخذ يعني تنشريهم بالمال الخاص بدون تغطيه صحيه البنات، هادو خارجين، هادو ابار يعني على المواد اللي كتساعدني عليهم الدوله. هذه فرينه كاستانيا، كنت من قبل شاركت معكم يعني خبز ديال كاستانيا، الصراحه كيجي رائع ولذيذ بالحق. هذيك الكاستانيا اللي كنت شاركت معكم هذيك طبيعيه يعني من الشجر، يعني اللي بغى يخدمها ويحصل على هذا الدقيق، مي انا الصراحه ما عنديش الماكينه باش نطحنها، كنطر هكا مره هكا ناخذها، ولكن ماشي دائما حيت الثمن ديالها الصراحه غالي، ماشي في يعني ماشي في المتناول ديالي باش ناخذ انا فرينه تقريبا تدير 500 غرام، غدا ناخذها انا بالساوره. المهم خديت هاد فرينه هاد غرانو ساراتشينو، الصراحه خدا شحال هادي ما بقيت شريتها، ولكن هاد المره خديتها قلت خارجه ناخذ المواد كلهم اللي انا غدا نحتاج. راها بدون جلوتين البنات، هادي سارازان او ساراتشينو. خديت هادو هنايا جوج كيلو، عندي هنا كيلو وهنا كيلو. غادي نشارك معكم البنات حتى المواد الخاليه من الجلوتين اللي كناخذها يعني حتى هي يعني بمالي الخاص. هذه بولينتا البنات، هذه حتى هي كناخذها من بنات مع هاد المواد هادو، غتلقاوها حتى في كوناد. هاد المواد ما غتلقاوهم في كوناد، ولكن هاد السميد ما غتلقاوش في كوناد، غتلقاوه غير في بنات فقط، غتلقاو يعني في لومبالاج اخر. هذا تقريبا كيدير شي 75 سنتيم الكيلو، يعني ثمن رخيص بصراحه. بغيت ناخذ الدقيق ديال الذره، ولكن للاسف الشديد ما لقيتوش، ما متوفرش عندهم في داك السوبر. بالنسبه للدقيق خالي من الجلوتين غنشارك معكم هذا اللي كنت دائما كنستعمل، وغدا نحضر به ان شاء الله واحد الخبيز دابا نيت ونشاركو معكم. هذا راه خلاص راه معروف، راه الشارميكس بي. هادو هما المواد البنات اللي انا خديت من السوبر. وبالنسبه للبنات بغيت نوريكم هذاك الكريمه اللي كنت خديت، الصراحه راها رائعه وزوينه ديال لوريال، وجربتها في الوجه ديالي ما نقولش لكم، عطاتو الرطوبه الصراحه، وحتى الريحه ديالها غزاله ما شاء الله. شفتوا نسيت ما حليتش لكم يعني الكرتونه باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل، حتى الرائحه ديالها غزاله. هذه البواطه الاخرى فهي ما فتحتهاش معاكم، صراحه ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، قلت علاش لا، ملي غنوريكم دابا المواد اللي خديتهم معاهم علاش ما نشارككمش معاكم. هانتوما هذه حتى هي ملي غتكمل هذيك، راه كلهم بجوجهم ديال كريم دوجور
حيت ما لقيت كيف ما قلت لكم كريم دو نوي. شفتوا الريحه ديالها غزاله ما شاء الله، فنه. ايوا هادشي اللي كاين البنات، قلت نشارككم معاكم واخا حاجه بسيطه يعني، نشاركها معاكم ما كاين حتى شي مشكل. حنا في هاد القناه نحط لكم وصفات، نشاركوا معكم مواد يعني في المتناول الجميع. الانسان ما غاديش يكلف نفسه باش غادي ياخذ واحد الحاجه ماشي في الطاقه ديالته. الانسان كيف ما قلت لكم كيتمشى على قد الجهد ديالو. من هذا المنبر البنات كنشكركم بزاف 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 على التفاعل ديالكم وعلى السؤال ديالكم، سولتوا فيا. الله يصفو ويسول فيكم البنات الخير والرباح، وربي يدخل علينا هذا الشهر المبارك بالصحه والسلامه ورزق لينا ولكم ولوليداتكم يا ربي امين. وما تنساونيش وما تبخلوش عليا البنات بلي لايك والاشتراك في القناه حتى يصلكم كل جديد، والبارتاج القناه حتى تكبر معنا العائله السيلياكيه. ومرحبا بالناس الجداد اللي يلاه دخلوا، الشباب كلهم والبنات، ومرحبا حتى القدام هذوك راه الدار دارهم، مرحبا بهم. ومن هذا المنبر نقول لكم بسلام عليكم وتهلاو في روسكم وعواشركم مباركه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حتى نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله من قناتي وقناتكم الموندو دي كريما غلوتين فري. كنبغيكم بزاف وراكم عزاز عليا وراكم في القلب، والسلام عليكم.